افتتح أمس مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته 13 بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من الفنانين وعلى رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة اسمه، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان. تأسس المهرجان في عام 2008 بعد تقديم العديد من المخرجين عروضا قوية، فكانت فكرة إقامة مسرح المهرجان. ويذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت لتحتضنه مدينة الفن والإبداع والثقافة عروس البحر الأبيض المتوسط كل عام. العروض هتتعرض في أكتر مكان، عروض المهرجان على مدار أسبوع هتتعرض في الجزويت وهتتعرض في الإبداع وهنا في مكتبة الإسكندرية وعندنا كمان مركز الإبداع قلت قبل كده يمكن. ويشارك فيها طبعا النهارده جمهور الإسكندرية مش غريب على مهرجان الإسكندرية المسرحي اللي هو مسرح بالإنتاج سابقا. طبعا الحقيقة جهود جبارة جدا من مدير المهرجان أستاذ إسلام مصوف ورئيس المهرجان أستاذ إبراهيم الفرن وطبعا المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياوت. مبسوطة بالمهرجان طبعا لأنه بيسلط الضوء على المسرح في إسكندرية، يمكن يعني عندنا بصراحة مواهب كتير لكن مش دايما الضوء بيبقى مسلط عليهم، ففرصة كويسة قوي وعظيمة جدا مهرجان إسكندرية مسرح بلا إنتاج علشان يعرف الناس بالمواهب الشابة في المسرح ويعني ينتشروا أكتر وناس تشوف عروضهم أكتر. حابب أقول إنه المهرجان إسكندرية دورة 13 إنه أنا سامع إنه مهرجان كويس، في جيب عروض كويسة، تنظيم كويس، كل حاجة كويسة، فإحنا نحب إنه نقول نبين البيئة العراقية، أسلوب المسرح العراقي نطلعه للعالم.